لا احنا رايحين بعد اذنك اصلا، انت تعرفنا ممكن تفتحي الشير بعد اذنك. تمام. السكشن التاني واضح بالنسبة لكم ولا اعيده تاني؟ تمام، هبدأ اخد الكوبي من الكورنيشة وارسمها عندي هنا مع بداية وحدات المطبخ العلوية. تمام، اخد لها ميرور الناحية التانية. تمام كده، هي بدأ معايا من اول المحورة. ده كده السكشن التاني في المطبخ في المنطقة دي يعني. هديله بس هاتش عشان يوضح قدامكم. هعمل بقى خط الخرسانة اللي هو الدوت من أول المحورة لحد المحورة. همسح خطوط العمل بس عشان تبقى الدنيا واضحة أكتر. تمام كده، احنا كده عملنا سكشن طولي وسكشن عرضي، وضحنا منطقة اللي هي اللي فيها سقوط السقف عند المطبخ، ووضحنا منطقة اللي هي عند بيت الستارة والدولاب اللي موجود في الليفينج. في عندنا قطاع تاني ممكن نعمله هنا في المنطقة دي عشان نوضح الدولاب بتاع المطبخ اللي فيه الميكروويف والفرن مع بيت الستارة. تمام، بس مهندسين لو تمام اكتب رقم واحد، لو تمام اكتب رقم واحد بعد. اتفضل يا فندم. طيب هبتدي اعمل بقى القطاع ده برضو عشان لما نكرر الخطوات الدنيا تكون واضحة اكتر بالنسبة لكم. هنعمل اكس لاين للسقف الخرسانة. تمام، هاخد منه اوفست 55 سنتي بتاع السقف عندي. تمام، بس هعمل بقى اللي هو سمك الجبسون بورد 2 سنتي فوق. تمام، هعمل ماشي دلوقتي خط الخرسانة من لون أحمر وهو دوت من أول الحيطة هنا عند الشباك لحد الحيطة الناحية التانية. تمام، وهمسح خط العمل بتاعي. واضح كده؟ وبعد كده هبتدي هنا احط الكورنيشة بتاعتي عشان شوف انا هنزل ال 12 سم بتوعها. تمام كده، واخد بقى من هنا اوفست 12 سنتي لتحت عشان الكورنيشة فوق الدولاب، وبعد كده سمك الجبسون بورد 2 سنتي. واضح كده؟ تمام، هبتدي ارسم بقى قطاع الجبسون بورد. خليه تمام الفرصة بس نص بيها، لو تمام ممكن نكتب رقم 2 بعد. لو تمام نكتب رقم 2 بعد. تمام، هبتدي ارسم بقى. عندي هنا بيت ستارة يبقى زي ما عملنا. هناخد اللي هو الثواني هذه بس الكورنيشن. عند بيت الستارة هنا. تمام، وبعد كده هبتدي ارسم بقى البولي لاين بتاع السقف. ولحد المحورة نطلع 2 سنتي سمك الجبسون بورد. وهنا يبقى نطلع لحد السقف الخرسانة فوق. لازم ما دام في مستوى مختلف يبقى نطلع الجبسون بورد لحد السقف عشان يبقى اول حاجه الباسمنتات. عملت السقوط ده بتاعت الخرسانه، انا برسمها لكم السكتش عشان بس الوقت الجر. ده بتاعت الخرسانه بتاعت المشروع، عملنا سقوط 55 سنتي علشان التكييف المركزي. بعد كده اللي هو الخط ده اللي هو بعد 55 سنتي. تمام، وبعد كده
وبعد كده الخطوه اللي بعدها بنعمل الباسكت 2 سنتي لفوق كونكريت جيبسون بورد اللي هي بتاعه السقف. يبقى هناخد اورتيز 2 سنتي كونكريت جيبسون بورد. تمام. الخطوه الثالثه هنبدا بعد كده نعمل الاسقاط الطولي. انا كده عملت السقوط. تمام. الاسقاط الطولي اخد هنا اورتيز، المفروض ان انا عندي هنا بيت الستاره، قلنا العمق بيت الستاره من 15 ل 20، اخد اورتيز خط طولي. بعد كده الكونكريت جيب 2 سنتي بعد 15 سنتي او ال 20. تمام. الناحيه الثانيه عندي وحده الدولاب 60 سنتي، من بعد 60 سنتي اخد خط طولي. التخانه بتاعت الجبتن برضه من جوه ال 60 علشان دي هتبقى علبه فوق وحده الدولاب، اخد هنا برضه اورتيز 2 سنتي. يبقى ده كده الاسقاط. الخطوه اللي بعدها ابدا بعد كده احط الكورنيشه اللي احنا عملناها من الكتالوج البيوتيك اللي هي 12 سنتي، ده بتاع الكورنيشه. الناحيه الثانيه برضه دي بتاع الكورنيشه. تمام. بعد كده ابدا ارسم البول لاين بتاع الخط. تمام. هنبدا من تحت ارتفاع البيت، عمق البيت الستاره 20، بعد كده لحد بدايه الفيدباك بتاع البيت الستاره، سمك الجبت 2 لحد المرايه بتاعت البيت الستاره، بعد كده اوصل لحد سقف القرطانه سمك 2 سنتي، انزل بعد كده لحد سمك الجبت اللي فوق، وبعد كده اكمل لحد الاخر. تمام. لحد بدايه الكورنيشه اللي هي العمق الكورنيشه، ارتفاع لحد سقف القرطانه سمك 2 سنتي، السقوط بعد كده عمق الكورنيشه. تمام. بعد كده عندي هنا عمق الكورنيشه، بعد كده السقوط ارتفاع الكورنيشه، وبعد كده عمق الجبتون بورد اللي هي 60 فان. تمام. يبقى ده شكل القطاع اللي احنا هنرسمه. احنا بنبدا الاول بنرسم الخطوط الافقيه، وبعد كده الخطوط الرئيسيه، وبعد كده نحط البول لاين بتاع الشكل النهائي بتاع الخط. اتفضل يا استاذ بعد اذنك. ممكن تعمل لها حاجه كده عشان تبقى واضحه بس شكل القطاع. طيب ممكن بس اعمل هاتش لايه بالظبط؟ ارسمي اعملي الهاتش للشكل بتاع اللي انت. طيب ماشي صح، كملوا بس. تمام. انا لحد بيت الستاره، بطلع لحد السقف الخرسانه، واعمل سمك الجبسون بورد، وهنا لحد اللي هو بيت الستاره من فوق سمك الجبسون بورد، دلوقتي هعمل له الهاتش. ده كده الشكل القطاع يعني. تمام. بس كده، ده كده اللي هي اسقاطات السقف. تمام. بعد كده ابتدي بقى احط المناسيب بتاعتي. عندنا احنا قلنا هنا سقوط 55 سنتي، وهنا تقريبا الارتفاع من الارضيه لحد الخرسانه غالبا يعني 3 متر 40. تمام. فهبتدي ان انا هقول 3 متر 40 ناقص ال 55 سنتي بتوعي، لان احنا بنحط المنسوب من تشطيب الارضيه لحد الجبسون بورد. تمام. يبقى كده هيبقى الصافي بتاعي 2 متر 85. تمام. هاخد هنا المنسوب، هيبقى 2 متر 85. تمام. هنا في المنطقة دي نفس الكلام، منطقة المطبخ. تمام. وبعد كده عندي بقى منطقة الدولاب، منسوب السقف فيها نزل شوية اللي احنا قلنا اللي هو 12 سنتي بتوع الكورنيشة، فكده هيبقى السقف الصافي هنا في المنطقة دي هيكون 2 متر 73، اللي هو 2 متر 85 ناقص 12 يبقى 2 متر 73. تمام. زي ما قلنا هنا هيبقى سقوط السقف هنا من فوق الدولاب وفوق وحدة المطبخ بيكون مختلف، عشان هو نازل 12 سنتي زيادة بتوع الكورنيشة، فهيكون المنسوب هنا 2 متر 73. تمام.
وهنا برضو عند الدولاب اللي في الليفينج هيكون برضو نفس الاتنين متر 73. تمام كده، ده السقف بالمناسيب. هبتدي بقى نحط هاتش للسقف. طيب انا عندي في جريلات التكييف، تمام ثواني، دي كده جريلة التكييف. جريلات التكييف بيبقى مقاسها 10 سنتي في 2 متر او 20 سنتي في متر. تمام، فانا هنا عندي عشان المشروع بتاعي في اصلا جريلة اللي هي الطويلة دي تقريبا سمتها 10 سنتي. تمام، فهستخدم اللي هي 10 سنتي في 2 متر. تمام، لو لاحظنا هنا كده في الصور هنلاقي ان بداية الجريلة دي معمولة مع بداية الباب. تمام، واخدة لحد فين؟ لحد هنا قبل العمود بشوية. تمام، فهي تقريبا هتبقى المسافة دي كده. الأول بس معلش، احنا بناخد من بعد الكورنيشة، تاخد من الكورنيشة اكس لاين. تمام، من الكورنيشة اكس لاين ده هنبتدي من بعدها هنحط بقى اللي هو مكان الضغط بتاع السقف. ماشي، هو تقريبا بيكون الضغط، قصدي بتاع التكييف، بيكون تقريبا عرضه يعني او عمقه اللي هو ايه 60 سنتي. تمام، فمن بعد في نص ال 60 سنتي نبتدي نحط الجريلا بتاعت التكييف بتاعتنا. يعني ولنفترض ان ده خط عمل، تمام، خد له اوفست 60. تمام، ومن نصه بقى اللي هو 30 من هنا كده نبتدي نحط جريلات التكييف بتاعتنا. تمام كده، انا لما حسبت المسافه من هنا من اول بدايه الباب لحد اللي هو تقريبا هنا قريب من العمود، تمام، فهي تقريبا المسافه 5 سنتي 5 متر قصدي. تمام، فهبتدي ارسم مستطيل. تمام، دي مكان الجريلا الطويله اللي هم عاملينها. هبتدي احط بقى جواها شكل جريلة التكييف بتاعتنا اللي هي 10 متر في 2 متر، 10 قصدي 10 سنتي في 2 متر. تمام، ده كده شكل الجريلة بتاعتنا. تمام، هاخد منها واحدة تانية عشان تعمل منطقة الدايننج. تمام، هنا الزيادات بتاعت الجريلة دي بيكون شكلها كديكور، يعني بتكون مقفولة يعني عشان الشكل العام بتاع السقف. تمام، وهنا في عندنا جريلة برضو في المطبخ اهي، بس في العمل دي جريلا تانية عندنا هنا في المطبخ. تمام، يا حضرتك بس رحمه بعد اذنك، لو تمام يا باشمهندسين اكتبوا رقم 2 بعد اذنك. باشمهندسه اولى بتسال يعني مقاس 60 سم من الكورنيشه ولا الحيطه؟ بص يا باشمهندسه، لو انت عندك الكورنيشه عمقها 30 سم يبقى 30 زائد 60، لو عندك الكورنيشه 10 سم يبقى 10 زائد 60. يعني انت بتعملي العمق على حسب الديزاين والشكل الكورنيشه اللي انت بتختاريها من الكتالوج شركه الفيوتك او الديزاين اللي معمول في الصف. تمام، احنا بنتعلم ازاي ان احنا نعرف نعمل التصميم صح من غير ما نحفظ المقاسات. المقاسات بجيبها منين؟ بجيبها من الكتالوج على حسب شكل الكورنيش. تمام، اتفضل يا باشمهندس. هنا بقى عند المطبخ برضو هعمل نفس الخطوه، هياخد اكس لاين، بس اغير اللون ده، هياخد اكس لاين من اول الكورنيشه. تمام، هياخد اوف ست 30 بقى على طول. تمام، وهحط بقى الجريلا بتاعتي، هي يعني ايه قريبة شوية من الكورنيش هنا. تمام، بس كده، دي كده التكييف بتاعنا، شكل الجريلات يعني في المطبخ وفي الريسبشن. هبتدي اعمل الهاتش بتاع السقف. تمام، كل مستوى مختلف في السقف بنعمله هاتش مختلف عشان يكون واضح بالنسبة للعمال. تمام، هغير بس لونه. بس ما عندك حسن السعر المستطيل المنقط في السقف من منطقه المطبخ ده، دي الوحده بتاعه المطبخ اللي احنا بنعملها ده كده في المدخنه بتاعه المطبخ الشفاط. تمام، بنعمل برضه حسابها في الديزاين، بنبقى عارفين ان ده مكان المكان البوتاجاز، عشان لما نيجي نعمل فتحه المدخنه يبقى بنعملها في الاسقاط بتاعه السقف مع الاسقاط بتاعه السقف. بس ما لسه متمثله، وري لهم النموذج الاخير اللي انت عاملاه فاينل عشان بس وقت الظهر. النموذج الثاني هم يشوفوا شكل البلان نهائي بعمل.
ده هنا هو الشكل الأخير للبلان السقف. تمام، عملت اللي هو السكشن الأول زي ما وضحنا، تمام، والسكشن الثاني العرضي الطولي قصدي، وبعد كده عملت هنا السكشن اللي هو بتاع منطقة المطبخ عشان أوضحها. كان في حد بيسأل في الجروب عشان على أماكن القطع دي، إحنا بنعملها في الأماكن المختلفة. يعني أنا مثلا عملت سكشن طولي وسكشن عرضي، دي أول حاجة. بعد كده لو عندي منطقة تانية مختلفة في الشكل، فيفضل إن أنا أعمل فيها سكشن عشان يكون واضح بالنسبة اللي هيشوف اللوحة، يعني هو السقف هنا شكله عامل إزاي يعني. تمام، وهنا دي كده جريلات التكييف محطوطة، ودي بتاعة المطبخ. وبعد كده وزعت بقى اللي هي وحدات الإضاءة. تمام، وهنا عملت اللي هو هاتش مختلف لمنطقة الدولاب، والدولاب اللي هنا، والستارة، بيت الستارة، وغير الهاتش بتاع السقف. تمام، ده كده شكل اللوحة. نعم، توضح لهم المناسيب بتاعت الدولاب كام والمنطقة بتاعت الستارة كام عشان يبقوا فاهمين المنطقة دي بتتاخد منين. طيب ماشي، انا قلت لهم اوريدي ان السقف عندنا لحد الخرسانه هو تقريبا 3.40 متر. تمام، فانا نزلت 55 سنتي هنا في منطقه الريسبشن والمطبخ. تمام، فبقى المنسوبه عندي من تشطيب الارضيه لحد الجبسون بورد، يعني الصافي السقف بتاعي، بقى 2.85 متر. تمام، وهنا عند منطقه الدولاب بقت اللي هو نزلنا تاني عن ال 85، ال 2.85 متر، نزلنا 12 سنتي، فبقت 2.73 متر. تمام، هنا عند بيت الستاره هتزيد 8 سنتي تبقى 2.93 متر. طيب لو تمام اكتب رقم 3 بعد النص. لو تمام اكتب رقم 3 بعد النص. الفكره يا باشمهندسين بالنسبه للمناسيب، احنا بناخدها من التشطيب الارضي. يعني مثلا انتوا عاملين السقوط 55 بتطرحوا 55 من 3.40 متر. عاملين السقوط الكورنيشه اللي هي اللي بعد السقوط ال 55 باشمهندسه، عملت الكورنيشه 12 سم، 12 سم و55 اجمعهم واطرحهم من الارتفاع التوتال اللي هي 3.40 متر. يعني احنا بنعمل ماينر الحاجه اللي نازله بس، فقط لا غير، عشان ما تتلخبطوش في المستويات. تمام، اي حد عنده استفسار يا ريت تكتب الاسئله عشان باشمهندسه رحمه ترد على الاسئله. وبعد كده هناخد بريك، خمس دقائق، ونرجع تاني نطبق النموذج الرقم 4 بعد خمس دقائق. اللي عنده استفسار يكتب رقم 0 بعد اذنكم، وانا هرد على الاسئله. اللي عنده استفسار يكتب رقم 0. هو الشير مش ظاهر في اللايف، طيب باشمهندسة ياسمين سيد. ايوه باشمهندس، بس ندي فرصه لبقيه الناس يعني تسال قبل ما الزوم يقفل. تمام، اتفضل يا باشمهندس. انا كنت عايزه اسال باشمهندسه رحمه، وهي بتعمل السكشن في الاول كانت بعد الكورنيشه خدت خط تاني، يعني قالت سمك الجبسون بورد تاني، احنا ليه عملنا جبسون بورد تاني تحت الكورنيشه؟ حضرتك سامعني؟ هو سامعك. بصي، هو هنا هو واضح في الرسمه دي. تمام، اولا انا عندي في المنطقه دي دولاب تخزين. تمام، فطبيعي ان الكورنيشه اكيد مش هتنزل على الدولاب، يعني الدولاب مش هيطلع لفوق لحد السقف. دي اول نقطه. وتاني نقطه، لو انا عملت الدولاب لحد اول الكورنيشه هنا، ماشي، زي في الصوره مثلا، ممكن توضحيها في الشيتة بس مانديتها في الشيتات اللي انت عاملاها تحت افضل. اه ماشي، المعلومه تكون واضحه اهي. بصي، عندك هنا الدولاب اهو بادئ من بعد الكورنيشه. تمام، فاكيد لو انا عملت السقف مكمل كده لحد فوق هيكون ده فراغ، والكورنيشه هتتثبت على ايه؟ فاحنا بنعمل جزء الجبسون بورد ده عشان نتجنب الفراغ اللي هيكون موجود ما بين الدولاب وما بين السقف بس يعني. وضحت كده ولا ايه؟ تمام يا فندم. تمام يا باشمهندس، تمام. معلش سؤال تاني بسيط بس. تمام،
بتسال المسافه ما بين الجريلس بتاع التكييف والثاني كام؟ انت اللي بتعمليها في الديزاين، هي مالهاش قواعد، يعني انت بتعمليها في الديزاين، بس المهم ان مساحه التبريد توزع على منطقتين، منطقه الليفن ومنطقه الداينر. فدي بتعمليها، احنا ما بنعملهاش، احنا بيحددها لنا المهندس التكييف المختص. قبل ما بنعمل الديزاين هو بيعمل لنا التوزيع بتاعت الجريلات ونبدا احنا نوظفها في الديزاين بتاعنا. تمام؟ بس هندسه ريهام عزه، اتفضلي يا هندسه. السلام عليكم، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ شكرا ليكم. انا بسال بس على الجزء اللي هو في المطبخ ده شفاط ولا ايه؟ ونعرف نحدد ابعاده والكلام ده ازاي في لوحه السقف يعني؟ حضرتك بتسالي على ده؟ حضرتك جيبيه في البلان كده، انا بسال عليه في البلان. اه، هو الانديكيشن اللي في البلان ده، هل دوت الشفاط ولا ايه؟ انهي ده؟ ايوه تمام، ايوه هو. لا، دي ده دوت، هي وحده اللي هي عامله زي الجزيره كده في المطبخ اهي، دي تمام. دي بس انا موضحاها عشان لما نعمل وحده الاضاءه اللي فوق هنا، اللي فوقيها، نعرف هي مكانها فين بالظبط. بس هو يعني هنحط فيها وحدات اضاءه يعني، المفروض دي ده بس دوت عشان يعرفك مكان بس الجزيره دي موجود فين بالظبط في المطبخ، بس مش اكتر. تمام، شكرا يا حبيبي. رميتا مصطفى، بس ما عندتها رميتا مصطفى، بعد اذنك السؤال عشان وقت الزوم. طيب، بس ما عندتها علا ناصر، الجريلا 5 لا هو مش 5 متر ونص، هو 55 سم، احنا بنكتب المقاسات دايما بالملي. 55 سم، السقوط 55 سم. مقسمه لجزئين، لا مش فاهم السؤال معلش، في جريلا 5 ونص مقسمه على 2 جريلا، وايه اللي ما بينهم؟ هل وحده اضاءه؟ مش فاهم السؤال يا فندم، ممكن توضحي سؤالك بعد اذنك؟ السؤال مش متواضح. حضرتك بتتكلمي على ديسا؟ بس ما عنديش اقولها بعدين. مايك اوت كده عشان الوقت الجنب بس بعدين. تمام. طيب بصي يا باشمهندس علا، هو الساينس دي الجريلا هي تقريبا، هي يعني عشان احنا طبعا بننسب من الصوره، فهي حوالي 5 متر او 5 متر ونص. تمام، فانا بحط بتبقى جريلا كده زي مديه يعني شكل ديكور، عشان لما نحط جريلات التكييف ما تكونش باينه لوحدها بس كده، يكون شكلها مش لطيف في السقف، فبيعملوا جريلا كده طويله تاخد جريلات السقف مع بعضها، واللي بينهم ده بيكون يعني مسدود، اللي هو حاجه ديكور بس، مش بيكون فيها حاجه يعني. ممكن تتغير البلان بس باذنك، ممكن تتغير البلان. بصوا يا فندمتين، التوزيع الجريلا بتبقى عامله ازاي؟ زي ما وضحت لحضراتكم ان التوزيع الجريلا اللي بيحددها المهندس التكييف. انا قبل ما بعمل الديزاين هو اللي بيحدد لنا التكييف، بس احنا من الخبره في المجال، عندكم هنا مثلا دي منطقه الليفنج، دي منطقه الليفنج اللي كانت موجوده في التصميم، باخد اكس في منطقه الليفنج، يبقى ده سنتر الجريلا بتاعت منطقه الليفنج. بعد كده عندي دي منطقه الدايننج، باخد اكس بتاعت منطقه الدايننج، يبقى دي الجريلا بتاعت منطقه الدايننج، اللي هي اصلا المفروض ان هي تنتهي لحد قبل العمود، بس مهندسه طبعا عملتها بشكل سريع عشان وقت الجول. تمام؟ ابدا اسنتر الجريلا مع السنتر منطقه الدايننج، واسنتر الجريلا الاولانيه مع السنتر منطقه الليفنج. الفراغات اللي ما بينهم بتبقى جريلا ديكور، ما بتبقاش فراغ. الفتحات بس هي اللي بتبقى اللي بتطلع منها المتحف، المقرض التبريد بتاعت التكييف. تمام؟ طيب، ممكن بعد كده باشمهندسه يسرى، هو لو علب المطبخ مش مكتمله للسقف هتبقى الكحل بتاع ازاي؟ لا احنا بنطبق اللي موجود في الديزاين. عفوا ممكن نجاوب على المستطيلات الزرقاء؟ اضاءه يا باشمهندس، كان اضاءه، وحده اضاءه. شكرا. المستطيلات دي اللي هي الشفاط المركزي اللي موجوده هنا في المطبخ، تمام، اللي هو ده. موجوده هنا، هي واضحه، هي دي، ده بيكون شفاط مركزي. تمام، وضحت بدائي. تمام يا باشمهندس. تمام.
تمام. زي ما وضحت لحضراتكم احنا بنشرح ازاي نعمل الاسقاط السقف اللي موجود في التصميم. في المتابعه الناس اللي عملت التطبيق معانا في المحاضره الاولى والثانيه في حاجه اسمها متابعه برايف، بنبدا نخش بقى في التفاصيل اللي بعد رسمه الجبت. اهم حاجه عندنا ان كل حد حضر معانا في خلال فتره الورشه ازاي يعرف يعمل سكشن سقف. نبدا بعد كده في المتابعه البرايفت، نبدا نحدد بقى مكان الانبوتات، توزيع الانبوتات مش وقت الزوم، الزوم بس صح فيما يتعلق بالسقف. اي اسئله ثانيه غير السقف هنعملها في المتابعه البرايفت ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي هتطبق معانا يبقى مرحله ثانيه قبل نهايه الورشه تقدر تشوف اللوحه النهائيه، ممكن تبقى بعد اذنك تفتح اللوحه النهائيه بتاعت السقف المعمول في الشيت. دي اللوحه النهائيه اللي احنا هنوصلها ان شاء الله من خلال فتره المتابعه اللي هي بعد التطبيق الاسقاط بتاع البلان. تمام. شكرا لحضراتكم جميعا، اتمنى اكون حضراتكم استفدتم من النموذج الثالث الجزء الثاني والاخير. الفيديو القادم ان شاء الله هيبقى تطبيق النموذج الرابع خاص بالبشمهندسه زينب صادق. في انتظاركم ان شاء الله تعملوا التطبيق الخاص بالنموذج الثالث، تقدروا ترفعوه في الكومنتات على الصفحه الرسميه الخاصه بالوان ورك شوب في البوست الخاص بالمحاضره الثانيه. هتلاقوا برضو ملف العمل التحميل الخاص بالتطبيق موجود في اللينك تحت الفيديو على اليوتيوب. شكرا جميعا، وفي انتظاركم ان شاء الله في الفيديو القادم.